معك حماده ريسبونسابل لوجيستيك اي اوبيراسيون شي زادر اكسبريس. دونك نقولوا الشركه هذه راه كاين التوصيل وغيره في البريد اليوم مع يعني التكنولوجيا والتواصل الكبير المسؤوليات ومهامكم ولات اكثر طلبا يعني. ولات اكثر طلبا ولات ديليكات باسكو ولات دخلت في كاين دي كوميرسون بروفيسيونيل بدات تتجه الاطار تاع بروفيسيونيل هنايا حنا زادت المهام تاعنا هذا اللي خلى شركه زادال اكسبريس تنفيستي في لي فورماسيون لوجيستيك باش نكونوا لي زاجون باش نرديو لي كليون تاعنا. هل وجود شركه عده في مجالكم امر صحي باش تكون منافسه ولا يزعجكم؟ مستحيل يزعجنا باسكو حنا الشركه تاعنا المنافسه تخلينا نزيدو نكونوا روحنا نديفلوبيو روحنا ونقدموا خدمات افضل خدمات للزبون. صالون مثل هذا يعني شوف اقبال طبعا ثانيه واش راك تشوفوا فيه؟ اليوم الاول كان اقبال ما شاء الله مام فئه كبيره كاين لي جان كاين سورتو فئه لي جان لي انتريساو بزاف بالاي كوميرس ويحبوا يفهموا على لا ليفريزون على لا لوجيستيك وحنا رانا هنايا باش نقدموا لهم كاع هاد المعلومات وان شاء الله نوفروا لهم كاع الطلبات تاعهم والهدف تاعنا الاول والهدف المهم هو انه نحيوا مشاكل تاجر اللي يخدم اي كوميرس نعملو باش نحيولو المشاكل نخليوه غير يجتهد في المنتوج يجتهد في 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 لاكاليتي تاع السيرفيس تاعو والباقي حنا في التوصيل نحيولو كاع مشاكل التوصيل. متواجدين الان 56 ولايه وشو مزوج ولايات اللي ما عندهمش تندو في اليزي عن قريب ان شاء الله عن قريب ان شاء الله بالتوفيق شكرا.